قمنا بمبادرة صغيرة، هي عبارة عن طبخ منزلي انه نقدم له لأهالينا في معارة النعمان ونقول لهم اهلا وسهلا فيكم، نحن هون كمان بين مقيمين ونازحين، اهلا وسهلا فيكم. نحن عشنا ايام التهجير وبنعرف شلون الواحد بيكون شعوره وقت التهجير، خاصة الايام نيتها شتاء وبرد، هي فوق المأساة بتزيد مأساة ثانية خاصة اذا في اطفال. تم استقبال أكثر من 1500 عائلة في الآونة الأخيرة من ريف لمارة. تم تجهيز مركز إيواء يحوي أكثر من 30 عائلة، طبعا بالتعاون مع أهل مدينة دانا، وتم التبرع ببعض المنازل الغير مجهزة وتم تجهيزها، وتم جمع بعض الحاجيات والتبرع من مدينة أهل دانا لتقديمها لإخوان النازحين.